GFX Academy. دلوقتي هبدأ أعرف إزاي أخش. لو أنت عندك سيرفر تكريت بقى من جوه المساحة بتاعتك والسي بانل بتاعتك، أوكي؟ طيب طبعا أنا هفتح السيرفر عندي، تمام، الخاص بالأكاديمية. وبالمناسبة هنا احنا برضو بنستضيف مواقع كبيرة شخصية، مفيش أي مشكلة على السيرفر، عندنا سيرفر الحمد لله بالكامل بتاعنا خاص، بنستضيف عليه مواقع زي ما احنا عايزين. طيب بكتب هنا اليوزر نيم والباسورد. طبعا انا هخش على المين سيرفر اللي هو الدبليو اتش ام زي ما انت شايف، مش السي بانل. في حاجة اسمها السي بانل، ده اللي انا هكريت منه السي بانل بتاعة الموقع ده. بكتب اليوزر نيم والباسورد، بخش لوجن. على فكرة هتلاقي في شوية حاجات مش باينة عندك، طبعا هخفي شوية حاجات أثناء التسجيل، الحاجات اللي أنا شايفها ممكن تأثر عليا في السكيورتي، لأن الناس في ناس كتير هتشوف الفيديو ده، فلازم أكون عامل هايد لشوية حاجات كده. هنا في حاجة اسمها account functions، account functions دي بدوس عليها. طبعا أنت عندك الشكل العام أهو، عندك بقى طبعا سيرفر، إمكانيات كتير، ده ما يكفيش كورس يعني فيه يعني، تمام. هنا account function بدوس عليها ضغطة، بيدي لي create a new account ولا modify an account ولا ايه بالظبط. اوكي، لو انت عندك account، طبعا انت عندك كذا موقع، مواقع كتير على السيرفر عندي، فلو عايز اعمل modify او تعديل لاي حاجة من هنا، لكن في حالتي دلوقتي بقول له create a new account، بضغط عليها ضغطة. بيفتح لي صفحة بالشكل ده. اوكي، طيب ايه هو الدومين؟ بيقول لك الدومين بتاعك ايه. طبعا انت راجل المفروض تبقى مثلا، طالما انت اقدمت على كورس زي ده، بتفكر انك تعمل موقع او بتشتري دومين مثلا بتاعك، وبتكتب اسم الدومين هنا. جميل، هكتبه مثلا كلاستر. انا عندي الدومين ده فاضي، advcluster.com. جميل، يبقى انا خدت اليو ار ال بتاعه كله. هو بيقول لك ايه، ذاتس نوت ا فاليد دومين. هو عايزه ازاي؟ طب تعالى كده نشيل الحاجات دي كلها، هو عايز بس اسم الدومين كده، اوكي، من غير www. لو جربنا www. يقول لك ماشي، مفيش اي مشكلة، اوكي. فخليني مثلا باسم الدومين العادي advcluster.com. هو اوتوماتيك على طول بيقول لك اليوزر نيم ايه، advcluster. ممكن تغيره، ماشي، انا هسميه مثلا حاجة تانية. طبعا مش هتلاقيه اليوزر نيم ده، مش هتلاقيه خالص ظاهر عندك، ولا الباسورد. هكتبها من عندي مثلا، اوكي، بقول لي فيري سترونج، بقول لك الباسورد بتاعتك ايه، يا ترى هي ويك ولا ايه النظام. جميل، بكتب الايميل اللي صاحب السيرفر هيراسلني عليه. جميل، او الايميل، انا دلوقتي صاحب السيرفر، الايميل اللي انا هراسل الكلاينت بتاعي او العميل بتاعي عليه. كويس، يبقى انا وصلت هنا للايميل. شوز باكج او شوز ا باكج، انت عندك في السيرفر بتبقى انت عامل باكجات كده بنظام معين، فانت بتختار الباكج اللي انت عايزها وتقول له انا خليني عليها. اوكي، هنا لو سبت له دي فاضيه هيديك كل حاجة unlimited على السيرفر، وليكن مثلا هنقول select options manually. تعال بقى هنا ونشوف هو مديني هنا ايه. مديني الديسك سبيس بتاعي، الكوتا بتاعي 3 جيجا. اوكي، لا انا عايز جيجا واحدة،
انا هحدد للعميل جيجا واحده على السيرفر بتاعي اللي هي 1000 ميجا. الباندويتس بتاعي وده الباندويتس ده عباره عن دلوقتي انت عندك مثلا وليكن 1000 يوزر، 1000 واحد، 1000 موقع، 1000 عضو على الموقع عندك. اوكي، كل عضو من دول فاتح الويب سايت بتاعك وبتصفح فيه. الويب سايت بتاعك مليان صور على فيديوهات على كلام على داتا كتير. كل واحد من الـ1000 دول بينزل عنده في الكوكيز وفي التيم تمبات من الموقع بتاعك، هو كأنه بيعمل داونلود من الموقع بتاعك للصور والحاجات دي عشان يعرف يشوفها ويتصفحها على البراوزر بتاعه. اذا انت دلوقتي عندك 1000 واحد تقريبا بيعملوا داونلود من عندك في حاجات معينة، فده كله من الباندويتس بتاعك. بص تلاقي الباندويتس بيعلى 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 وبعدين راح قطع مرة واحدة، الدنيا وقعت، الموقع وقع. تمام، فانت بتبقى عارف الباكج بتاعتك وبتبقى عارف الباندويتس بتاعك كام. انا هكتبه مثلا 10000، 10000 ميجا يعني تقريبا 10 جيجا يعني في الشهر. كويس، هنا الماكس اف تي بي اكونت انليمتد ولا هتدي له كام اف تي بي؟ هنعملها انليمتد، وهنا بقى انليمتد، كل ده انليمتد عشان ده كله هيبدا يتاكتف جوه في السي بانل بتاعه الموقع ده. هيظهر له بقى الامكانيات دي كلها. لو انا حددت له مثلا الماكس اس كيو ال او سيكوال داتابيز عملت له واحده، هو ما يقدرش يعمل الا واحده بس، ما يديلوش امكانيه على السي بانل بتاعته لانه يقدر يعمل واحده فقط لا غير. تمام، فانا هدي له انليمتد، كل حاجه انليمتد. تمام، فرونت بيج اكستنشنز علم عليها. اللوكال هنا ده اللغه اللي هتبقى بيها السي بانل بتاعتي، خليها عربي او انجليزي او فرنساوي زي ما انت اللغه بتاعتك تفضلها او العميل يفضلها معنى صح. كويس، وبعدين بنيجي هنا على دي ان اس سيتنجز. هنا بقول له ايه؟ هو بيديك دي ان اس بتاع السيرفر اللي انت عليه، لكن في حاجه، في ان الدومين واخد دي ان اس افتراضي. انت دلوقتي اشتريت دومين اوكي ودخلت الكنترول بقى بتاعته، لقيت دي ان اس افتراضي غير السيرفر ده، ازاي اعدل ده كله؟ طيب تعال هنا بس كده شاور على دي واضغط. طبعا الكلام ده مش هيظهر عندكم خالص، انت بس بتاخد معلومات ازاي تاكتف من جوه السيرفر. لو دوست على دي كده بتدي اعمل ابديتنج، وراح جايب لي النيم سيرفر بتاع الدومين ده محطوطة فيه فعليا دلوقتي. طبعا حطه على سيرفر تاني، يعني انا عندنا سيرفرين، في سيرفر ده عليه وانا عايز انقله من السيرفر ده على السيرفر اللي انا عليه ده. جميل، يبقى هو على سيرفر وعايز انقله على سيرفر تاني. دلوقتي لما عملت دي جاب لي الدي ان اس او النيم سيرفرز بتاعت السيرفر اللي هو عليه اوريدي. طيب دلوقتي انا مش هينفع ده، ليه؟ يعني ده على سيرفر تاني، عايز اجيبه هنا، انا عايز اشد الدومين ده، عايز يعني بمعنى اصح اشده عندي على السيرفر ده. ازاي؟ لازم اخش مثلا انا دلوقتي على جودادي. جميل، بخش على بالاكونت بتاعي وبخش على الماي اكونت، بلاقي كل الحاجه بتاعتي هنا، بخش على الدومينز وبدوس على اللي هي البلس وبشوف اني واحد هو ده، بقول له لانش، بيفتح لك الكنترول بانل بتاعت الدومين. جميل، طيب دلوقتي انا عندي هنا النيم سيرفرز، هنا انا كنت معدلها قبل كده للنيم سيرفرز 1 و2، ان اس 1 ان اس 2 ده النيم سيرفر بتاع السيرفر اللي هو عليه دلوقتي. انا عايز اغير الكلام ده كله واجيبه على السيرفر اللي عندي. طيب يا اما تغير الDNS او النيم سيرفر هنا على طول مباشره، انت تبقى عارف النيم سيرفر بتاعك والاي بي بتاع السيرفر بتاعك اوريدي، يعني ده ما فيهوش كلام خلاص. ان كنت عارفه مفيش مشكله، ما كنتش قادر تجيبه من السيرفر يبقى في حل تاني،
خلينا بالأصعب شوية، خلينا في الحل التاني. هتيجي من هنا من edit، هتعمل تضغط ضغطة host summary من تحت، وهتحط الاي بي بتاع السيرفر بتاعك، معروف الاي بي بتاع السيرفر معروف، انت بتستلمه عند لما تيجي تشتري السيرفر بتاعك، بتستلم كل الداتا اللي عليه وتستلم الاي بي بتاعك وكل حاجة، واروح حطه في الهوست اي بي 1. جميل، وهكتب في الهوست نيم فوق ان اس 1، يبقى انا كده بدخل النيم سيرفر 1، ان اس 1 وان اس 2. جميل، يبقى عملت الاي بي هنا، اقول له اوكي، بيتحمل بيقول لك خلاص سبميت التشنجز بتاعتك. تستنى عليه شوية، حوالي 5 أو 10 ثواني، وبعدين بتعمل ريفرش. ظهر لك ال NS1 تحت. اوكي، عايزين ندخل NS2. دايما لازم يكون في 2 نيم سيرفر، NS1 NS2 اللي هو النيم سيرفر، اختصار نيم سيرفر يعني. هنقول ادد تاني او اد، نكتب NS2 ونفس الحكاية الاي بي بتاع الهوست اي بي 1. اوكي جميل، يبقى انا كده دخلت ال NS1 NS2. ده انا بعمل ايه؟ انا بعمل نيم سيرفر باسم الموقع بتاعي، نيم سيرفر باسم الموقع بتاعي. هتفهمها دلوقتي، انا عايز اقول لك. تعالى نعمل ريفرش ونشوف تحت في الهوست سامري اداني ايه. ادالي NS1 NS2. دلوقتي في الخطوة دي بعد ما عملت الاتنين دول، هتطلع بقى على النيم سيرفرز. اوكي، وتقول هنا set name servers. هبدأ اكتب ال NS1 باسم الموقع بتاعي. كويس، يبقى اسم الموقع بتاعي انا كنت حاطط عليه تمبلت كده، كنت شرحناه قبل كده، ازاي تعمل ويب سايت بالفلاش، كان ترجمة مشروع الترجمة للمواقع الأجنبية، وكان الكلام ده كله في ترجمة ليندا. خلينا بقى هنا هنقول له اسم الموقع .com advcluster.com. يبقى انا عملت ns1 dot advcluster.com ns2 dot advcluster.com. يبقى هنا النيم سيرفر 1 اللي هو ns1، نيم سيرفر 2 اللي هو ns2 مش 1 2. اوكي، يبقى اوكي. جميل، هو بيقول لك هنا ممكن الشينجز بتاعتك تاخد حوالي 2 ساعة. اوكي، بقول له اوكي ماشي تمام، بستنى عليه شوية وليكن 10 ثواني، وابدأ اعمل ريفرش. لازم بلاقي النيم سيرفرز هنا اتغير، اللي لسه حاطه لازم بدل ده متغير، واقول له اوكي او ريفرش. بيقول لي there is no name servers on file. ليه بقى؟ اهم هما لسه ما تاكتفوش. يبقى NS1 NS2 اوكي. بستنى عليه شوية، انا هوقف التسجيل لغاية لما يتأكتف على السيرفر الجديد، وبعدين نكمل نشوف ايه الخطوات. هعمل ريفرش تاني، ظهر لي اهو تمام.
يبقى ظهرني ان s1.advcluster.com ان s2.advcluster.com. يبقى انا عندي 1 و2 كده كررت النيم سيرفر بتوعي. جميل. طيب تعالى بقى نسحبهم على السيرفر عندنا. نعمل ايه؟ نشيل دي كده وبعدين نروح ضغطين تاني، راح جايب اهو ان s1.advcluster.com ان s2.advcluster.com. جميل جدا. يبقى انا شديت دلوقتي النيم سيرفرز، يبقى انا دلوقتي شديت الدومين بتاعي عن طريق النيم سيرفر. يبقى هنا هختار الباكج بتاعتي مثلا، اختار كده عندي هنا الباكج ماشي خلاص، هنخليها 1000 وهنا 10000 وهنا الماكسيمم مثلا unlimited. هناخد ال unlimited دي كوبي ونحطها في كل الخانات دي، مفيش مشكلة، ما تخنقش على العميل يعني، خليك ايدك فيرت حلوة يعني. تمام. طيب يبقى هنا فرونت بيج اكستنشن، عندك هنا هتخلي الواجهة الديفولت بتاعتها بالعربي ولا بالانجلش، عندك هنا السيم، في سيمز بقى كتير للسي بانل مفيش مشكلة، يبقى اكس 3 زي ما هي. وبعدين هتيجي تحت خالص، ما تجيش ناحية دول، هتيجي تقول كرييت. كرييت بيحمل زي ما انت شايف بالظبط، وبعدين هيبدأ يديك بقى جميع البيانات بتاعت الويب سايت، اليوزر نيم، الاي بي، الباسورد، النيم سيرفر، الكوتا بتاعتك ايه اللي هي المساحة بتاعتك، الروت نيم، الايميل، كل اللي ده، والباكج بتاعتك طبعا، كل ده زي ما احنا يعني المفروض يكون ظاهر، بس طبعا انا خافي الموضوع ده علشان السكيورتي، محدش حلو كده يروح جاي داخل الويب سايت يبقى بتاعه يعني. جميل. ولو دخل مثلا ممكن يروح جاي شايله مع السيرفر خالص. من هنا انت بتتحكم في كل حاجة في الويب سايت. طيب انا هاخد بقى كل البيانات دي كوبي. جميل. وباجي بعمل بره على ديسكتوب مثلا مؤقتا ملف تكست وهحفظ عليه كل ده. جميل. يبقى اليوزر نيم والباسورد وكل اللي انا عامله ده. دلوقتي انا عملت ايه؟ دلوقتي انا المفروض ان انا سحبت الدومين عندي على السيرفر وعملت له سي بانل. طب اخش ازاي على الموضوع ده؟ تعال نشوف. يا ريت الناس تستوعب معايا عشان شويه كميه معلومات للي مش عارف هتلاقيها كتير شويه، بس الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، سهل جدا يعني. تعال نشوف اي دي في كلاستر راح فين. اه لسه السيرفر عندي ما سحبوش من السيرفر اللي موجود عليه دلوقتي، هو على ما يبدو ان هو لسه في ملف الفلاش بيحمل اهو. طيب خلينا نوقف التسجيل وبعدين نرجع تاني نتابع بعد فترة الدومين بتاعي، نشوف الويب سايت بتاعنا اتاكتف ولا لسه. تقريبا حوالي دلوقتي في مرة 10 دقايق. انتر اتاكتف بالشكل ده، يبقى هو دلوقتي ساب السيرفر اللي كان عليه وانا عملت له كاتش او مسكته عند السيرفر بتاعي الخاص بيا انا. جميل. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي انا المفروض انا كريت سي بانل. جميل. فبكتب هنا فوق الدومين باك سلاش سي بانل، انتر، بيديني سي بانل بالشكل ده. طبعا بغير لي الرقم، اليوزر نيم اللي انت كنت واخده قبل كده من السيرفر والباسورد، ودلوقتي احنا على السي بانل فقط. هناخد الباسورد واليوزر نيم، اليوزر نيم باسورد، ونقول لوجن. بعد ما عمل لي لوجن هنا هبص الاقي نفسي دخلت جوه السي بانل بتاعتي. جميل جدا. تعال بقى بص لي على السي بانل بتاعتك. اول حاجة بظهر لك هنا
انا عشان عارف في توتوريالز هنا بيعلمك ازاي تتعامل مع السي بانل، بس انا عشان عارفها اقول له don't show this again، بعدين ما تكلمنيش تاني في الرسالة دي او ما تظهر ليش تاني. بقول له هنا expand للمنيو دي، بيجي بقى هنا كل الداتا اللي انت حددتها له هناك هتلاقيها هنا بالشكل ده. المانثلي باندويتس 10000 ميجا اللي هو 10 جيجا، الديسك سبيس 1000 ميجا اللي هو يعني تقريبا جيجا، وبعدين هنا unlimited تمام، بيديك هنا الاي بي بتاعك بتاع السي بانل بتاعتك، طبعا هو كاريت لك اي بي افتراضيه هنا، وشويه بيانات عن السي بانل بتاعتك بالشكل ده. طبعا السي بانل ممكن تغير اللانجويج، ممكن تغير كل حاجه، شيء شينج لانجويج من هنا، بتختار بتدير موقعك بالكامل عن طريق السي بانل. بقول له العربيه تشينج، هنا اتقلبت كلها، لو جيت على هوم اتقلبت كلها بالعربي بالشكل ده. الناس برضو اللي ما تعرفش انجليزي قوي خلاص، انا عن نفسي بصراحة يعني مش واخد على العربي، هي موضوع تعود تغيير اللغة. هقول له هات لي الانجليش تغيير هوم. يبقى انا كده دلوقتي اتعلمت في الدرس ده حاجات ان ازاي اكريت من على السيرفر يوزر نيم وباسورد خاصه بالدومين، ازاي اغير النيم سيرفرز هناك في الدومين، ازاي انقل من هنا لهنا اربطها ازاي، وبعد كده دخلت على كرييت سي بانل، وبعدين دخلت على السي بانل الخاصه بالموقع بتاعي. من خلال السي بانل دي هبدا ارفع الملفات بتاعتي كلها ان شاء الله في الفيديو الجاي، هعرف ازاي ارفع الملفات وسطبها على سيرفر وكريت الداتا بيز بتاعتي. سلام عليكم. لكل اللي ما سمعش عن جي اف اكس اكاديمي، الفن والمهارة القدرة والابداع، جي اف اكس اكاديمي الفكر والامتاع، عندنا افلام كرتون وكمان جرافيكس في الجون، ده غير شغل الانيميشن بيوصل المضمون. جي اف اكس اكاديمي دوت نت، كيان متكامل بيوصل الرسالة، كيان متكامل بيوصل الرسالة، وتعرف عنه انه دايما في الصدارة، وتعرف عنه انه دايما في الصدارة. جي اف اكس هنا وشغل الميديا عندنا سريدي موشن، شغلنا اتطورنا في فكرنا وعندنا الجودة عالمية، اعمالنا خيالية الافكار دي فنية المنتجات حصرية. لو عاوز توصل لنا وهو ده المتوقع، يلا افتح النت ودور على الموقع جي اف اكس اكاديمي.